هذا بعراء بقولوا طين خاوة عليه طين خاوة شهم دهان مدير في شركة دقة قديمة. هاي الصابونة صنعناها من تقريبا سنتين، طبعا تكلم مواد طبيعية اللي هي صابون الغار عبارة عن زيت زيتون وزيت غار. صنعناها من سنتين بقالب خشبي، بعد بسنة فكينا القالب من عنا وظلت سنة في مرحلة التنشيف، بعدها جينا عرضناها من هون. طبعا لسه بتحتاج لتنشيف زيادة كمان، بدها سنتين ثلاثة كمان لأنه كل سنة بروح منها الرطوبة هي نسبة الماء. وزنها طن 520 كيلو 1520 كيلو جرام. نسيج هون طباعة بتجي هي بهالطريقة هي كمان، وهي كمان بتجي كمان. غياس عرب أبو مالك مسؤول بخان الصابون، بنرحب فيكم. هذا الخان هذا عمره أكثر من 500 سنة. هذا الخان أثناء الحرب تدمر بنسبة كتير كبيرة، بقيت بس حيطانه، الأسقف كانت كلها منهارة. نحن حبينا بشركة دقة قديمة إنه نعيد ترميمه. هلا نرجع بالأساس لما كان